لماذا تتخوف المرأة من الرجل صاحب الدين؟ نعم. لأن هو بالأساس من أخذتها أول مرة أخذتها على أي أساس؟ على ضوء دينه. ها، على ضوء دينه، تمام. لولا المرأة اللي تختار رجالها على فلوسها الهواية، نعم، إلى حق تخاف. والمرأة اللي تأخذ الرجال على جماله وعلى طوله وعرضه كذا، هذا أيضا يحق لها أن تخاف. لكن إذا أخذت الرجل لأخلاقه، نعم، ولدينه، هذه ما يعني تتصور أنه راح يظلمها، بس هذا تصور خاطئ، لأن هذا الرجل صاحب دين. بالإضافة إلى أنه حينما يستخدم حقه في أن يتزوج الثانية، بنفس الوقت هو ما ظالم. ليش؟ لأن الظلم هو التعدي على حقوق الآخرين، هو بزواج الثاني ما تعدى على حقوقها. مرات الزوجة تشوف أنه هي نفسها ما مقصرة، تقول له نص الكلام، تقول يا بابا على أنه أنا بيتي نظيف ومرتب، وأنا كذلك ما ناقصة الحمد لله، أنه البارئ عز وجل منطيها الجمال، أولاده بعض الأخوات هم كذلك، منهم الأخت أم سارة من الناصرية، تقول على أنه أنا ما مقصرة يا زوجي، يطب البيت يشوف بيته نظيف، أولاده نظيفين. يعني الزوجة ما تقبل، تقول لك أنا يوم اللي بي قصور ممكن أفتح له المجال وأقول له يا بابا روح اتزوج، بس هم الإنسان بعض الأحيان هم ما يشوف القصور مالته. بلي. زين، بهذا الحالة أصلا هي الزوجة اليوم إحنا شلون نقدر نفهم الخوات يابا أنه هذا حق الزوج وممكن أنه يتزوج؟ بلي، أكثر النساء، بلي، يا سيدنا، تتصور أنه حينما تتزوج برجل هذا الرجل تملكه، يعني ملك، نعم، كامل، تمام، وما ترضى. تقول مثلا من يجي ويقول لها يابا أنا راح أتزوج مثلا زوجة ثانية، تقول أنا ما راضية. وكأنه الميزان من مسألة هذا الزواج الثاني هو رضاها وعدم رضاها، ما له علاقة. مسائل القانون ربما بالقانون القديم المقبور، نعم، يمكن أعطاها حق في أنه تجي توقع أمام القاضي أنه ترضى بالزواج الثاني، بس هذا قانون وضعي. أما قانون السماء لا، مو من حقها. الحقوق اللي إلها هو الحفاظ على كرامتها والحفاظ على حريتها لهذه المرأة، نعم، وأن يمنحها المسكن وأن يمنحها الملبس وأن يمنحها المأكل وأن يحترمها احترام كامل كامرأة، تمام. هذه هي حقوق الزوجة، نعم، تمام. إذا كان هذا الرجل مطيها كل حقوقها، نعم، لماذا تسلب عنه الحق الثاني اللي هي الزوجة الثانية إذا كان مقتدر؟ لاحظتوا، وتصور النساء إلى أنه مسألة الميل والحب وكذا أيضا من العدالة، هذا أيضا شيء آخر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أيضا نوه إلى هذه المسألة في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لاحظتوا كلام واضح جدا، واضح وصريح، لأنه يا أيها الرجل أنت في مسألة الهوى والحب وتفضيل هذه على هاي، هذا شيء مو يمك، ما تقدر أنت، هذا مو تحت يعني مقدرتك، يعني مو هذه العدالة هنا. لا، العدالة في أنه يمنح الزوجة كل حقوقها، بلي، حقوقها في حريتها في كرامتها احترامها، نعم، أن يوفر لها متوسط ما يوفره لكل إنسان